بسم الله الرحمن الرحيم، ألتقي بكم مجددا أعزائي التلاميذ من خلال درس المغرب والسلم العالمي. والدرس ينتمي إلى مكون تربية على المواطنة لفائدة تلاميذ المستوى الثالث ثانوي إعدادي. ترتيب الدرس في المقرر رقم 11، وأؤكد على ضرورة أن يكون الكتاب المدرسي برفقتكم لكي تتابعوا معي الدرس من خلال الوثائق. بالنسبة لأهداف التعلم، سنتوقف عند مكانة أو اكتشاف مكانة سلم في سياسة المغرب الخارجية واستكمال الأهداف الترابية، وأيضا سنقوم بإبراز أهمية دور المغرب في الحفاظ أو في حفظ السلم العالمي، باعتبار السلم العالمي إذا مبدأ أساسي على المستوى الدولي. إذا كتقديم إشكالي لهذا الدرس، رأينا أنه المغرب الدرس السابق المغرب عاملة على التشجيع حواري الأديان عن طريق مجموعة من المبادرات، بحيث أنه من جهة على المستوى القانوني الدستور المغربي يشجع أو يعطي أو يمنح حرية ممارسة الشعائر الدينية لباقي الديانات الأخرى كالمسيحية واليهودية، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من المعابد الأخرى كالكنائس والبيع داخل المغرب، إضافة إلى أن المغرب احتضن شارك في حوار الأديان إما من خلال احتضان البعض للملتقيات في هذا المجال أو من خلال مشاركته فيها. أيضا في مجال السلم العالمي فالمغرب له موقف إيجابي في هذا المسار، وأيضا له مشاركة إيجابية في هذا المجال من أجل تشجيع الحوار والسلم والتعايش بين مختلف الشعوب في العالم. إذا ما سنقف عنده هو مكان السلم في السياسة الخارجية للمغرب، وما هو النهج السلمي الذي سلكه المغرب لاستكمال وحدته الترابية، وما دور المغرب في حفظ السلم العالمي. في المقطع التعلمي الأول، النشاط الأول، نتوقف عند مكان السلم في السياسة الخارجية للمغرب من خلال الوثائق رقم 1 و2. إذا بالنسبة لسياسة المغرب الخارجية، أي علاقات المغرب الدولية أو علاقة المغرب مع باقي البلدان، فهذه العلاقات فهي ترتكز على مبدأ السلم، أي أن المغرب باستمرار عبر التاريخ عاملة على اعتماد مبدأ السلم في علاقاته مع الدول الأخرى، ومن أجل تحقيق هذا المبدأ السلم حاول المغرب أن يعمل باستمرار إلى جانب هيئة الأمم المتحدة، وشجع العمل أو دعا إلى ضرورة العمل الدولي المشترك في إطار هيئة الأمم المتحدة. أذكركم بهيئة الأمم المتحدة التي سبق أن رأيناها كهيئة دولية تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية من أجل الحفاظ على السلم العالمي، ومن ذلك الحين إلى هذا الوقت فإذن فهي مؤسسة أو هيئة هدفها الرئيسي هو تحقيق السلم العالمي. من طبيعة الحال لا يمكن تحقيق هذا المبدأ إذا لم يكن هناك عمل أو مشاركة لجميع الدول من أجل تحقيق هذا الهدف أو من أجل تحقيق هذا المبدأ، وهذا ما يدعو إليه المغرب، وذلك من أجل إنقاذ الحضارة من الدمار، من أجل ترسيخ عقيدة السلم والأمان، من أجل ضمان التعايش السلمي بين مختلف الدول. طبعا حال حسب ما تشير إليه أيضا الوثيقة التي لديكم وهي من خطاب العرش لسنة 1900
1967. إذا إلى جانب دعوة المغرب إلى العمل بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم، المغرب أيضا في سياسته الخارجية ارتكز على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها واختياراتها، لأن من ذلك أو ذلك من شأنه أن يمنع الدخول في نزاعات مسلحة مع الدول. من جهة أخرى أكد المغرب أيضا على ضرورة حظر التسلح، أي منع التسلح، بحيث أنه طالب في طبيعة الحال بصفة المغرب عضو في المؤتمر الأممي لنزل السلاح، فقد طالب بإنشاء لجنة أممية تقوم بمراقبة تجنب أخطار تسابق نحو التسلح في إفريقيا الشمالية. طبعاً حال أنه من الأسباب الرئيسية في نشوب النزاعات المسلحة على مستوى الدولي هي مسألة تشجيع التسلح أو التسابق نحو التسلح في عدة مناطق من العالم. كان له دور أساسي في نشوب النزاعات المسلحة، وهذا ما دفع المغرب إلى ضرورة مطالبة بحظر التسلح، وهذا ما كان قد اقترحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة. النقطة الثانية تتعلق بأيضا مبدأ السلم أو دور السلم في استكمال الوحدة الترابية، يعني كيف تم استرجاع باقي الأقاليم الجنوبية للمغرب وبأية أساليب سلمية. سنقف عند هذه النقطة من خلال خريطة تشمل الوحدة الترابية للمغرب. وللإشارة هذه الخريطة أو هذه النقطة سبق أن درسناها في درس كفاح من أجل استقلال وإتمام الوحدة الترابية، ستجد نفس الخريطة في الدرس. إذا تدريجيا تم استرجاع أقاليم الجنوبية للمغرب. نبدأ بمناطق أولى المناطق التي تم تحريرها أو استرجاعها هي منطقة طنجة الدولية، وذلك سنة 1956. تليها باقي أقاليم الجنوب أو مناطق الجنوبية أيضا التي تم استقلالها أو حصل المغرب على استقلال هذه المناطق سنة 1956. ثم بعد ذلك منطقة طرفايا التي تم استرجاعها عن طريق مفاوضات مع إسبانيا سنة 1958. بعدها منطقة سيدي إفني تم استرجاعها سنة 1969، وذلك عن طريق مفاوضات أيضا مع إسبانيا. بعدها هناك عن طريق تنظيم المسيرة الخضراء كحدث كان قد دعا إليه الملك الراحل الحسن الثاني، حيث دعا إلى تنظيم مسيرة سلمية من أجل استرجاع هذه المناطق، وذلك سنة 1975 حتى تم استرجاع منطقة الساقية الحمراء وسمارة. أخيرا هناك منطقة وادي الذهب التي تم استرجاعها سنة 1979 عفوا. بالتالي لم يبقى إلا منطقتي سبتة ومليبيا اللتان لم تسترجع بعد. إذا تدريجيا نلاحظ أنه تم استكمال الوحدة الترابية للمغرب واسترجاع باقي أقاليم الجنوب عن طريق النهج السلمي أو عن طريق في مجملها، إما عن طريق مفاوضات مع إسبانيا أو عن طريق تنظيم المسيرة الخضراء التي كانت مسيرة سلمية بدون إراقة الدماء. المقطع التعلمي الثاني نتوقف عند دور المغرب في حل النزاعات الدولية من خلال الوثيقة رقم 6،
أبرز نزاع دولي يهمنا هو النزاع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الفلسطيني الإسرائيلي، بحيث أنه سبق أن رأينا في درس القضية الفلسطينية أنه منذ أن تم طرد الانتداب البريطاني سنة 1922 على فلسطين، منذ ذلك الحين تم الإعداد لإنشاء وطن قومي لليهود بأرض فلسطين، وهو الذي سيسمى فيما بعد بدولة إسرائيل. من طبيعة الحال منذ ذلك الحين حيث تم الإعلان الرسمي عن دولة إسرائيل سنة 1948 إلى الآن، ويعني النزاع هذا النزاع لا زال قائما، والاستمرار هناك يعني منطقة تعرفون عن من النزاعات المسلحة باستمرار. التدخل المغربي من أجل حل هذا النزاع يعني كان مستمرا أو باستمرار، بحيث أن المغرب طالب أو عمل على اقتراح حل دائم وعادل للنزاع الإسرائيلي، على اعتبار أن المغرب هو ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس، بحيث طالب بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة أو التي احتلتها سنة 1967، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، كما طالب أو أكد على ضرورة نهج أسلوب التعايش بين دولتي إسرائيل وفلسطين، خاصة أنه كان قد المغرب قد لعب دورا أساسيا أجل اعترافي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني خلال مؤتمر القمة العربي السابع المنعقد بالرباط سنة 1974. هذا ما استنتجناه بطبيعة الحال من خلال وثيقة رقم 6، وهي التي هي عبارة عن خطاب لجلالة الملك محمد السادس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2004. في النشاط الثاني نتوقف عند مشاركة المغرب في الحفظ السلمي العالمي، وذلك من خلال جدول رقم 7 أو وثيقة رقم 7. الوثيقة هنا تبين يعني مختلف العمليات التي شارك فيها المغرب، العمليات الأممية التي شارك فيها المغرب، وعندما أقول عمليات أممية يعني فرق عسكرية أو تجريدات عسكرية يعني يتم إرسالها للعمل إلى جانب البعثات الأموية الأممية عفوا بعثات أممية يعني البعثات التابعة لهيئة الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على السلم العالمي. الجدول يعطينا هناك مختلف هذه العمليات، حيث أنه أن المغرب شارك في عملية أممية بالكونغو سنة 1960، وفي الصومال سنة 1993، في البوسنة والهرسك سنة 1995، في كوسوفو ويوغوسلافيا سابقا سنة 1995، في الكونغو سنة 1999، في كوت ديفوار سنة 2002، وفي هايتي سنة 2004. إذا مختلف هذه العمليات الأممية التي شارك فيها المغرب ينطبق إلى جانب هيئة الأمم المتحدة. الهدف من هذه العمليات أو الأدوار التي كان يقوم بها المغرب من خلال هذه العمليات، إذا من بين هذه الأدوار هناك الحفاظ على الأمن، إشراف على المساعدات الغذائية، مراقبة وقف إطلاق النار، تسهيل عودة اللاجئين، تفادي اندلاع الحروب الأهلية، السهر على تطبيق وقف إطلاق النار، تسهيل الاتصال بين الأطراف المتنازعة، الإعداد لإجراء الانتخابات. إذن هذه باختصار أو من بين المهام المنوطة بالمغرب وهو يشارك من خلال مشاركته في هذه البعثات الأممية، وإجمالا يعني
الهدف يبقى الهدف الرئيسي بطبيعة الحال هو منع النزاعات المسلحة والحفاظ على السلم بين الدول. كخاتمة لهذا الدرس، إذا باستمرار عمل المغرب على نهج أسلوب التعايش والسلم وساعد على إقرارهما، يعني باستمرار حاول المغرب أن يركز أو يرسخ مبدأ التعايش بين الشعوب، محاولا أيضا العمل على تحقيق السلم العالمي سواء من خلال مساهماته في البعثات الأممية، يعني البعثات العسكرية الأممية التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي، أو من خلال حرصه على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو من خلال أيضا نهجه السلمي في استكمال وحدته الفرادية، أو من خلال مطالبته بحظر التسلح، أو أيضا من خلال إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. إذن الغاية دائما من كل هذه المواقف هو الحفاظ على الأمن ونبذ الصراعات والحروب بين البلدان. أكون بذلك قد انتهيت من شرح الدرس، أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم أن تقوموا بنقل شرح مضامين الواردة في هذا الشريط في ديكتاتك، والسلام عليكم مرة أخرى.